والسلام على حضره سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. شباب السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. يا رب بخير جميعا. يمكن نكون الحلقه اللي فاتت برضو وصلنا الحديث عن الطريقه الثالثه من طرق الدراج او انشاء الاوبجكتس داخل جافا سكريبت، الاوبجكت كونستراكتور فانكشن. يا جماعه حلقه اليوم تفصيل مره تاني للطريقه دي. الطريقه دي ببساطه يا جماعه بتسمح لنا، بالله يا جماعه نركز شويه في كام سطر دول. الطريقه دي ببساطه بتسمح لنا باننا ننشئ اي عدد من الاوبجكتس في وجود فانكشن. الفانكشن دي بتكون عباره عن اسطمبه راح نعتمد عليها في انشاء كل الاوبجكتس اللي راح نعملها بعدين. تاني معلش السطر ده مستأذن حضرتك تكتبه. الطريقه دي ببساطه اللي هي الاوبجكت كونستراكتور فانكشن بتسمح لك انك تنشئ اي عدد من الاوبجكتس. ها هذا ان كده لا في وجود فانكشن. طيب ايه فايده الفانكشن دي؟ هتبقى اسطمبه او تمبلت او قالب راح يستقي منها، ها راح ناخد منها راح نعتمد عليها بشكل اساسي في كل الاوبجكتس اللي احنا راح نعملها كرييشن بعدين. تمام جميل. علشان كده بنحتاج في حالات معينه اننا نستخدم ما نطلق عليه بالاوبجكت تايب. يعني ايه؟ يعني علشان اعمل انشاء لمجموعه من الاوبجكتس من نفس النوع الواحد. يعني طيب هتوضح اكتر. بفرض اني عندي يا جماعه مثلا خلينا نقول عندي عربيه. تمام العربيه الاولانيه دي، تمام العربيه ديت انا رحت معرفها على انها انا اوبجكت، مش العربيه دي عباره عن اوبجكت اهو، انا رحت معرف كار واحد على انها عباره عن اوبجكت، دي سمول كار، ها ورحت كاتب فيه بدل البروبرتيز بتاعه الميك الصانع والموديل ومين هو السنه بتاعها. حلو كده جميل خالص. واحده كفايه؟ لا اتضح اني انا كمان عندي عربيه تاني، المره دي العربيه التانيه من بي ام اي 8 موديل تبعها ومش عارف ايه. اتنين كفايه؟ لا اتضح اني عندي عربيه ثالثه. الله ده انا كده عندي مولد من العربيات، وكل عربيه من دول يا جماعه عباره عن اوبجكت ستاند الون اهو. كارت لفظ عباره عن اوبجكت ليه مجموعه من البروبرتيز، والبروبرتيز بيبقى ليها فاليو، ودول ممكن احط فيهم فانكشنز، ممكن اعمل القصه كل اوبجكت لوحده. علشان كده بنحتاج في الحالات دي اننا نستخدم النص اللي احنا كنا لسه بنقول عليه الاوبجكت تايب. ها ما نطلق عليه الاوبجكت تايب علشان اعمل انشاء لمجموعه من الاوبجكتس من نفس النوع الواحد، وهي دي الميزه الخاصه بالطريقه دي، الطريقه الثالثه الاوبجكت كونستراكتور فانكشن عن بقيه الطرق اللي بعمل من خلالها كرييشن للاوبجكتس. كوني ان انا اعمل كرييشن للاوبجكت ده والاوبجكت ده والاوبجكت ده وكلهم فيهم سمات مشتركه زي الميك والموديل والير، ده يعتبر امر اهدار لوقت المبرمج واهدار للكود والسطر البرمجي بتاعه. علشان كده انت مش راح تعمل عربيه، لا انت راح تبقى صاحب مصنع، فراح تعمل تمبلت، هتعمل اسطمبه، الاسطمبه دي الجالب ده راح تحط فيه مجموعه الاوبجكتس والبروبرتيز يا ربي اللي انت محتاجها، وده راح يوفر عليك عناء تعريف اوبجكتيف كل مره، وتدي لها الخصائص، والخصائص اصلا متكرره في كل الاوبجكتس، بس اللي هيتغير هي عباره عن القيم. طب يا عم مريح دماغي واحط القيم بس في وجود الخصائص دي. جميل خالص. وطالما في حته من الكود يا جماعه الخير راح تتكرر اكتر من مره وراح نستخدمها اكتر من مره، مين بينادي؟ الفانكشن. يا جماعه ما احنا عرفنا ام الفانكشنز هي كده، الفانكشن معموله علشان كده، علشان انا راح ناوي استخدم حته من الكود في كل مره. وارجع بظهرك لورا راجع موضوع الفانكشنز هتراجعنا ان احنا اتكلمنا عنها. حلو خالص. طيب جميل، نقول طيب خلاص انا هعرف فانكشن، ادي الكيورد بتاع الكيورد فانكشن ده الكيورد اللي احنا كنا بنستخدمه علشان ندرس فانكشن عادي. جميل 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 جميل. وهنا يا جماعه بيكون عباره عن ايه؟ الفانكشن نيم، ده اسم الفانكشن دي، وانا هسميه هاكر. يعني انا هسمي الفانكشن ده عباره عن كار. واحنا كنا واخدين قبل كده بان الفاريبلز الاوبجكتس على ما اذكر يا رب بتكتب فيها يعني ايه، بتبقى كلها سمول لوك باستثناء او يعني بتبقى كلها سمول لوك في الاول، اول حرف بيكون دايما سمول لوك. خد مني الرول ده ومعلش سامحني علشان انا ما قلتهوش غير متاخر. لما انت بتحب تنشئ اوبجكت كونستراكتور فانكشن بالله عليك يا شيخ تاخد بالك ان اول حرف يكون كابيتال لوك، يعني خلي حرف السي ده ك علشان تميز ما بين ان ده فاريبل وان ده اوبجكت. ها
انت عارف ان طالما كتبت فانكشن بعد منها اول حرف كابيتال، انا لو جيت اقرا الكود بتاعك هفهم ان انت بتحاول تعمل تمبلت فانكشن، بتحاول تستخدم كونستراكتور فانكشن، بتحاول تستخدم اوبجكت كونستراكتور فانكشن. انت مش بتحاول تدرج فانكشن، مش بتحاول تدرج فانكشن، لا انت بتحاول تدرج استامبا هتدرج بعد منها فانكشنز. فخد الرول ده يا جماعه. جميل خالص. حلو، يبقى انا عندي الكيورد فانكشن، بعد منها في اسم الفانكشن اول حرف في كابيتال على خلاف ما انا متعود، علشان الحاله دي حاله خاصه اللي هي الاوبجكت كونستراكتور فانكشن. حلو خالص، جميل. وده عباره عن ايه؟ عباره عن الفانكشن دي. بعد منها رحت فاتح مين؟ فاتح البرنثيسز. حلو خالص. البرنثيسز دي بحط فيها ايه؟ انت عارف من ايام زمان ان كل دولت بنسميهم ايه؟ بنسميهم بارامترز. الله يسترك يا رب، بارامترز. طيب ومعلش بالله يا جماعه الخير، البارامترز دي نرجع تاني لموضوع الفانكشنز. البارامترز في الاصل يا جماعه، البارامترز في الاصل مش بتكون عباره عن فاريبلز، مش البارامترز دي عباره عن متغيرات. انا اثبت لك بالدليل يعني ايه مش البارامترز ديت متغيرات يا جماعه. جميل. واحنا حتى كنا بنقول البارامترز دي احنا بنسند لها القيم امتى؟ لما نيجي نادي على الفانكشن، صح الكلام ده؟ جميل. فانا معرف كام؟ انا معرف 3 بارامترز. البارامترز الاولانيه بتكون عباره عن ميك، البارامترز الثانيه بتكون عباره عن موديل، البارامترز الثالثه بتكون عباره عن اير. وبالاصل يا جماعه البارامترز اللي انا معرفهم هم عباره عن ايه؟ هم عباره عن البروبرتيز اللي انا عايزها في الاوبجكت. بالهيله تركز معايا شويه، البارامترز اللي انا معرفها ها اللي هي الفاريبلز، اللي هي الحاجات اللي هتتغير من اوبجكت لاوبجكت لاوبجكت، لكن في وجود واحده ثابته. يعني ميك ده ثابت وموديل ده ثابت، يعني كل عربيه ليها ميك وموديل وير، لكن الميك بتاع كل عربيه عن العربيه الثانيه راح يتغير. وده فايده البارامتر، القيم اللي بتتحط، القيم اللي بتتمرر جوه الفانكشن يا جماعه. بالله حلو خالص. جميل، ننزل جوه الكيرلي بريسز. الكيرلي بريسز قصه حب. جميل. الكلمه ذس واحنا مش بصدد الكلام عنها لانك عارف هي بتعمل ايه، مش هحكي فيها. جميل خالص. رحت انا حاطط نقطه البيريود، وطالما شفت في بيريود يبقى اللي جاي ده عباره عن ايه؟ اللي جاي ده عباره عن بروبرتي خاصيه لمين؟ خاصيه لذس. ذس دي اللي هي ايه؟ عايده على مين؟ عايده على ايه؟ انا فين دلوقتي؟ انا فانكشن، يبقى عايده على الفانكشن. الفانكشن دي مش ليها اسم، ليها اسم كار، يبقى ايه؟ يبقى كار. يبقى المفروض اني اقصد كار دوت ميك، يعني انا عايز ادي ميك لمين؟ او انا عايز ادي البروبرتي ميك للخاص للاوبجكت اللي اسمه كار. حلو كده؟ جميل. طيب ايه ميك ديت يا جماعه؟ طيب انت كده بالراحه معايا. انا حاطط اوبريتور يساوي او معامل اسناد قيم، يبقى بعد منها بيكون في ايه؟ بعد منها منطقي احط فاليو. يبقى هو القصه بتمشي كده، بروبرتي وبعدين معامل اسناد قيم وبعدين فاليو. حلو. طب انت مش واخد بالك ان الفاليو دي ما فيهاش دبل كوتيشنز؟ ولا امتى ما بحطش دبل كوتيشنز؟ يبقى ده ملهوش حل غير ان ده يبقى فاريبل. ده فاريبل، والحقيقه ان ده بالفعل فاريبل، وان ده بالفعل اساسا هو عباره عن قيمه البارامتر رقم واحد ميك. انا اقصد ان الميك ده يبقى البارامتر رقم واحد، والموديل ده يبقى البارامتر رقم اثنين، والير دي تكون البارامتر رقم ثلاثه. يبقى انا معود كل الامور حتى في الفاليو سبتها عايمه، قلت والله القيم دي هي قيم البارامترز، وانت عارف مره ثانيه مره ثالثه مره رابعه مره عشرة ان قيم البارامترز بتوع الفانكشنز انا بدرجها في جمله تصريح، بدرجها في جمله استدعاء الفانكشن، في جمله منادتها. حلو الكلام كده؟ يا رب يكون فكر. حلو كده. يبقى انا بمجرد ما اخلص الفانكشن كار والكلام ده ابقى انا انهيت البلو برنت، نهيت التصور او الاسطمبه او التمبلت، والموضوع عايم جدا ما عملتش فيه اي شيء. محتاج كده ايه؟ محتاج الامر الثالث، او محتاج النص الثاني، الخطوه الثانيه اني ايه؟ ابتدي اعرف الفاريبلز بتوعي، او على اقصد اعرف الاوبجكتس بتوعي استنادا على مين؟ استنادا على قيم الفانكشن اللي انا عرفتها من شويه. حلو. هعرف الفاريبلز يبقى ايه؟ هعرف الاوبجكتس معايا جمله فار. حلو. جميل. او ايا يكن، معاك جمله فار، معاك جمله لت، يعني بص انت اختار اللي انت عايزه. انا استخدمت جمله فار ودايت ايه كيورد انت عارف. حلو. وبعدين ده عباره عن ايه؟ عن الفاريبل نيم. انا مسمي الفاريبل الاولاني ده ها عباره الفاريبل الاولاني ده ها هو لغايه دلوقتي كده فاريبل مسميه كار واحد. جميل. رحت حاطط الاساينمنت اوبريتور معامل اسناد القيم،
ورحت حاطط كلمة نيو. أول ما تشوف كلمة نيو، نيو دي عبارة عن إيه؟ نيو دي عبارة عن واحدة من ضمن الانستراكتورز بتوع من ضمن الانستراكتورز بتوع جافا سكريبت، اعرف إن اللي جاي ده أوبجكت، أنت بتحاول تصرح عن أوبجكت. يبقى ده الـ variable ده بقى، الـ variable اللي اسمه كار ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن أوبجكت. طالما في نيو في الجول. جميل خالص. طب انت حطيت نيو وانت بتقول انك انشأت لي متغير. المتغير ده سميته كار واحد. حطيت يساوي، رحت حطيت نيو، يبقى المتغير ده عبارة عن اوبجكت. حلو خالص. الاوبجكت ده انت يعني هتستند عليه، هتستند في انشائه على مين؟ وهنا بينزل يا جماعة مين؟ بينزل الفانكشن نيم. الفانكشن نيم نرجع حبة شوية لورا. اهي يا جماعه كار دي الفانكشن اللي انت عملتها علشان تخليها بلو برنت، تخليها استعمار. جميل. فلما تيجي تستخدمها بتحطها بعد يعني ايه؟ يعني بص انا عايز اعمل اوبجكت، الاوبجكت ده قيمته انستانس اوف، والله العظيم هكتبها انستانس اوف، وبص عليه كتير. انا بعدلتها على صح انستانس اوف، بص عليها كده وافتكر ان صاحبنا ابن الذين ده كمان ما استخدمش فيها القلم الاحمر بس، استخدم فيها كمان القلم الاخضر. انستانس يعني ايه؟ يعني عباره عن حاله من حالات الكار. يعني انت ايه عايز تنشق او عايز تاخد الكار الاوبجكت اللي اسمه كار ده اللي هي الفانكشن بتاعتك، عايز تطلع منها حاله، هي عباره عن مين؟ عباره عن كار واحد. جميل خالص. طيب ماشي. ارجع انا ابص على كار، الاقي ان المعادله اللي اسمها كار فيها ثلاث بارامتر، سنيك وموديل وير. فانت غصب عنك لما تيجي تعرف متغير لازم تحط لي القيم دي، ودول انت عارف ان ده عباره عن ارجومنت واحد، وده عباره عن ارجومنت اثنين، ده عباره عن ارجومنت ثلاثة. ووضحنا الفرق ما بين البارامتر وما بين الارجومنت، يعني القيم هي بتكون الارجومنت. حلو خالص. فده معناه انك الكار واحد ده عبارة عن instance of حالة تم اشتقاقها من الحالات بتاعة الفونكشن اللي اسمها كار واحد، وانا حطيت فيها قيم معينة. فبالتالي الهوندا دي ده عبارة عن ايه؟ الهوندا ده عبارة عن الفاريبل اللي اسمه ميك. حلو خالص. يبقى انا لما اجي نفذ الفونكشن هبص كده ماشي، نبص نلاقي اني ان الفونكشن اللي اسمها كار هو بيبص على الكود، انا عندي فانكشن اسمها كار، الراجل ده ما عرف كار واحد كان يو كار، كار دي موجوده؟ كار دي موجوده، ده عايزها. طيب ماشي جميل خالص. اذا عايزها عايزها. طب كار فيها مش فيها بارامترز؟ فيها بارامتر 2 3. طب ميك دي فيها ميك وموديل وير، الراجل ده عامل لك ايه؟ عامل لك ميك وموديل وير. طب جميل، ننزل تحت. الراجل ده معرف لك ميك على انها ميك. جميل. فبيبص كده يلاقي ان ميك دي عباره عن هوندا. فلما تيجي تقول له انا عايز ميك وانت معرف له ميك على انها ميك، الفاريبل ميك، هيروح يحط لك ايه؟ هيروح يحط لك القيمه بتاعت الفاريبل ميك، يعني هيحط لك القيمه اللي انت معرفها وانت. نفس الكلام على الكلاريتي، نفس الكلام على 2017. حلو كده. لو حبينا ننفذ الكلام اللي احنا بنحكي فيه ده بالكود، الاستيب الاولانيه بتعمل بريبيرنج للتمبلت فانكشن، التمبلت اسمها كار، والراجل اهو عاملها كابيتال لوك. ومعلش سامحني اذا نسيت وانا عملتها سمول لوك، بالله عليك لا تفكرني برضه، قول لي في مشكله عندك. وانا ماشي على قاعده الفاريبلز، اهي الفاريبلز دي كلها سمول لوك، عرفت ثلاث بارامترز موديل وير، بعدين قلت ذس علشان اقول والله انا موجود في فانكشن كار. ها حلو خالص، اللي هي اللي ممكن عشان اكتب مكانها كار دوت. حلو الكلام ده. جميل. وانا شرحت القصه دي. وبعدين ميت ده الفاريبل اللي انا اقصده ان انا مش عايز، اقصد ان انا مش عايز، انا مش عايز احط قيمه، انا عايز القيمه بتاعت البارامتر، وقيمه البارامتر هتيجي بعدين في جمله التصريح علشان ايه؟ انا سيبها فاضيه كده. حلو خالص. الستيب الثانيه بتبقى مرحله الكرييتنج للاوبجكت ديبندنج اون ذا فانكشن بروبرتيز، يعني انشئ الاوبجكت اعتمادا على الفانكشن بروبرتيز. حلو جميل. رحت معرف اول مره دي معرف كار واحد، قلت انها نيو كار، كار دي بتاعت مين؟ الفانكشن، الفانكشن دي اسمها كار. حلو خالص. نيو كار هي كابيتال لوك؟ كابيتال لوك. حلو. خلينا ناخد صفاتها عشان برضه ما نكسرش القاعده اللي احنا بنحكي فيها ونعمل زي. حلو. بعدين هتحط هوندا، هوندا ده عباره عن ايه؟ هوندا ده عباره عن قيمه هتتحط في البارامتر. جميل. اللي هي دي ميك دي. حلو جميل جدا. يبقى انت عايز تحط دي هنا. حلو خالص جميل. فانت لما تيجي تنده على كار واحد ميك، يبقى انت بتنده على البارامتر، فالبارامتر انت مسميها
الفاريبل، والفاريبل ده عباره عن ايه؟ القيمه اللي انت حاططها. يبقى انت سويت البارامتر بالفاليو بالارجمنت وربطتهم كلهم ببعض. فلما تيجي تستدعي النص انت هتكتب فيه، ها هتكتب فيه، ها هتكتب فيه ارجمنتس لهوندا وكلاريتي و2017، هي هتكون كامل بارامترز لان انت مساوي الاثنين مع بعض. فبعدين لما تيجي تمدح مثلا هتقول كار 1 دوت ميك، ها هيظهر لك هوندا. طب انت لو قلت مثلا كار 1 دوت ها نقول موديل عمل سيف، كنترول سي، كنترول في كار 1 لو انت كار واحد تغيير نعمل في 2017. انا ما اعرفش موديل مالها بالظبط يعني. موديل فيها مشكله، انا اسف، موديل في حرف الان. اديك شفت هي المشكله بوظت لنا القصه ديت كلها، انك بتحاول تنده، انت بتحاول تنده على البروبرتي، انت بتحاول تنده على دول. انت لما تيجي تنده منطقي يا جماعه، ما انت يا ربي. طب انا اقولها حاضر بالمره عشان هي اتذكرت. انت لما بتحط اهو، انت بتحط اوبجكت بعدين بتمدح على البروبرتي، فانت بتمدح على دي يعني، انت فاهمني؟ فدي كان فيها مشكله، دلوقتي ما فيهاش مشكله. ممكن تقول موديل هي كويس انها شاف برضه يعني، حلت لنا قضيه، فادي ترجع دلوقتي وهكذا. وطبعا انت ممكن تجمع المجموعه دول زي ما احنا عملنا المره اللي فاتت، ممكن تقول تعمل لها قصه يعني. المهم الشهاد ممكن تحط زي انت وتحط حاجه ثانيه، تعمل حاجه ثانيه مثلا زي كار 2 دوت نفس القصه، خليك تقول موديل مثلا وتعمل سيف، هتلاقي ان مثلا كلاريتي اي 8، وممكن تعمل زائد علشان تفصل ما بين الاثنين، تروح عامل الدبل كوتس وتروح حاطط في النص مش عارف ايه المسافه والكلام اللي بالك فيه كده. فانت بتحاول تفصل بين الاثنين، ممكن تعمل جدول، ممكن تعمل حاجات كتير جدا. ده الشهادات، ودي الطريقه يعني. اللهم نامل ان احنا قدرنا نبسط كده المفهوم. فكده انا كسبت يا جماعه، كسبت ايه؟ كسبت ان انا عرفت كار واحد في سطر واحد بس، وكار اثنين في سطر، وكار ثلاثه في سطر واحد بس. ده احسن ولا لا؟ ولا انت ايه رايك؟ الطريقه الثانيه نجيب كار واحد ونروح ندي لها كل الخصائص دي، بعدين بنادي عليها لوحدها، نجيب كار اثنين نديها نفس الخصائص، بعدين بنادي عليها لوحدها كار ثلاثه، وهكذا نروح. ايه رايك؟ الطريقه دي اسهل ولا الطريقه اللي فاتت؟ يا رب اكون مفيد في نيشان. وضحوا الاسئله ده. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.